عليكم، كي دايرين الاخوات؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تشوفوا هذا الفيديو وانتم باحسن احوالكم ان شاء الله. اليوم عندي لكم اقتراح من اقتراحات ديال خبز تورتيلا او لا تاكو، يعني بشكل جديد وحشوه جديده كذلك. كنتمنى قبل ما تكملوا لا فيديو ما تنساونيش بالضغط على زر سابوني ولايك وبارطاج وتعليق. كما كتشوفوا انا عندي لكم هنايا بريواز بخبز التورتيلا اللي حضرت بيدي اليوم، بغيت نشاركه معكم بطريقه سهله ومبسطه ما فيهاش حاجه صعيبه، والحشوه كذلك من اختياري وجا جابنين بزاف وسهل. ونبداو على بركه الله المقادير ديال التورتيلا. اول حاجه عندي هنايا واحد جوج كيسان ديال الدقيق، تعبر بكاس العنبه، قبيصه ديال الملح، قياس ديال الملح ديال حسب الذوق، نخلطوهم هكا ونضيف لهم 4 المعالق ديال الزيت المائده، معالق يكونوا كبارين، نخلطوهم ويكون عندنا المدافي. ناخذ منه كاس الا ربع ديال المدافي فقط، ما نزيدوش، نجمع به العجين ديالي كامل، نلمو به، يعني عجين سهل وبسيط ما خداش ليا الوقت، سهل يعني انا درت على حساب، يعني درت كميه غير قليله على حساب اللي بغيت فقط، يعني الا كانت على حساب العائله يعني ضروري غادي تكتري من المقادير، يمكن لك تضاعفي، ديري 4 الكيسان ديال الدقيق. ودابا مني جمعتها نحاول نرشها على سطح العمل شويه ديال الدقيق، ونحاول ندلكوها هكا بيدينا بالكف، يعني الدليك المعروف، ندلكوها واحد شويه صافي. ودابا مني دلكتها يعني ما خليتها لا اختمرت لا والو، هي اصلا ما فيها لا خميره لا والو، غادي نشدها غنقسمها على جوج، وكل نص غادي نقسمو على ثلاثة. يعني عندي 6 ديال الخبز ديال التاكو او التورتيلا. نكورهم هكا، نقادوهم بالجوانب ديالهم يكونوا مقادين، ونستعنوا بالدقيق ونبداو نبسطو باول وحده هكا، ندلكوها بالمدلك، بقيت بسطيها حتى كتولي لك رقيقه يعني على هذا الشكل، تكتبي لك اليدين ديالك، حاولي ترقيها مزيان علاش ما قدرتي. وفي هذه الاثناء تكون المقله عندك سخونه، المقله الثقيله تكون على عافيه مجهده، يعني هذا هو كما كنقولوا كيف زعما كيطيب الخبز، يعني الخبز ديال التورتيلا خاصك تكوني مسخنه المقله على عافيه مجهده، وتخلي العافيه مجهده، وتبقي تقلبي فيه مره مره، ما تخليش حتى يوليو زعما كيف كيتكونوا فيه البواقات كما كتشوفوا، ما تخليهمش يتحمروا بزايد حيت كيتهرسوا كيوليو مقربلين، وحنا ما بغيناهمش يتقرملوا، يعني غير نشوفهم انهم شدوا في ريوسهم ونحيدوهم. وفين ما حيدتي شي وحده حاولي تغطيها باش تبقى في الرطوبه ديالها، وما تكرمش كما كنقولوا، ما تقصحش يعني تغطيها. الا
كما كتشوفوا العجين ديال الطاكو راه كيجي ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه. كاين اللي كيعتقد انه ياخذ ليه الوقت وساعات، يعني لا، يعني سور بلاس ما في لا اختمار لا والو، وبمقادير بسيطه. وانتي يا خدامه كطيبي فيها، وانتي كتحاولي تدلكي كل وحده بوحده، ونبقاو مكملين بهالطريقه كاملين حتى نساليو كاع الكوارص ديال الخبز التاكو. وكما كتشوفوا راه الخبز ديال الطاكوس راه كيجي يجي ناجح، ودغيا كيشد في راسو حيت دايرين حنايا النار مجهده. يعني هذا هو المبدأ ديال الخبز الطاكوس، يعني خاصو يطيب على عافيه مجهده، ما تكونش ناقصه. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم مني طيبتهم كاملين، راه كيجي الخبز ديالو زوين ما كيتقطعش كما شفتوا، ويمكن لكم تشكلوه كيف ما بغيتوا. ودابا ان شاء الله ندوزوا للحشوه. انا عندي هنا بطاطا قطعتها طريفات صغار، خويت على الماء طايب ومع شويه ديال الملح، حتى بردت لي داك الماء منها شي شويه، وصفيتها وسخنت الزيت على المقله حتى سخن مزيان، وحطيت عليه هكا البطاطا نشوفوها هكا تتحمر لينا مزيان، ونصفوها نحيدو من داك الزيت. ودابا غنديروا واحد شويه ديال زيت الزيتون، نضيفوا عليه بصله مشلضه مع شوية ديال الملح، وعندي هنايا فلفل الوان، يعني عندي الاصفر والاحمر، ويمكن لك ديري غير الحشوة اللي بغيتي، يمكن لك ديري غير الخضراء ولا الحمراء اللي متوفر. وعندي القطع ديال الدجاج، نزيدو عليه واحد شويه ديال الملح، وواحد المعلقه صغيره ديال البزار، وسكينجبير، والكمون، التحميره، نخلطو كلشي ونخليهم يتشحروا. ودابا نزيد عليهم واحد الفص ديال الثوم كما كتشوفوا هكا حكيناه،
وكذلك كنلوحو عليهم واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس مطحونين، ونخلطو كلشي ونخليهم يطيبوا، والعافيه تكون متوسطه. وها هما من يطابوا لينا غنخليهم يبردوا. ودابا غنبداو باول وحده باش نبدا معاكم الشكل ديال البريوه. شديت وحده هكا قسمتها على جوج، كلك ديري من ديك الجهه ولا من هاد الجهه، هي هكا كتكون احسن. الا بغيتي تضيفي شي صوص هو الاول، انا شي وحدين درت فيهم الصوص وشي وحدين لا، درت الحشوه وعليها واحد شويه ديال البطاطا اللي قليت وشويه ديال الفرماج اللي حكيت. نحاولوا نقادوهم على شكل بريوه، هو واخا كتجي الدوره ديال البريوه بالنسبه للخبز دا كتجي شي شويه ماشي صعيبه، يعني كتكلل لينا شويه ملي كنبغيو ندوروها حيت واقفه، ولكن ماشي اشكال. المهم ان نبدلو على الشكل ديال الطاكوس اللي كنعرفو حنايا عامه. ودابا ضفت انايا صوص الجيريان، يعني درت منه ماشي كميه قليله، يعني ما درتش انا صوص في البريوات كاملين.
دابا ملي ساليت كلهم العمارة عمرتهم، درت البانيني تسخن على ديال البانيني. شوفوا الاشكال اللي درت، يعني درت 3 ديال الاشكال، جاو زوينين. ودابا ملي سخنات ليا الالات ديال البانيني غادي نضيف 3، هزات ليا 3 ديال التاكوس. واو ما الشكل ديالهم، مني طاب ليا التاكوس ديالي، راه سخون وغزال، والديكور ديال الفخوماج جا فيه دايع، جا زوين بزاف ومعلك. نتمنى انكم تجربوها حيت ما غاديش تندموا، يعني هاد الطريقه والوصفه اللي درت لكم يعني راه غزاله مضمونه 100% ولذيذه. نكملوا كل شيء، نطيبوهم ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل ديالهم كاملين. وهذا هو الشكل ديالهم مني انتهيت من البريسة ديال البانيني. الشكل ديالهم جا رائع. نتمنى الوصفة اليوم تعجبكم، ما تنساونيش بلي لايك للفيديو والضغط على زر سابوني باش دائما يوصلكم الجديد ديالي، ولي لايك اللي كيشجعني دائما ويحفزني نزيد الاكثر. كنشكركم بزاف على حسن المتابعة، ونضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد وفي وصفة جديدة. ترقبوني على قناة أم أميرة شانيل. مع السلامة.